مساء الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك، ولكن كما أشرنا سابقا سنتطرق في جمل بسيطة مختصرة عن المقابر الملكية عامة في مصر القديمة. لما كان العالم الآخر في نصوص التوابيت مرتبط بأوزوريس سيد مملكة الموتى، نجد أن هذا التوجه قد أثر على المجموعة الملكية الجنائزية، فنجد أن الملك العظيم سنوسرت الثاني قد تخلى عن توجيه مدخل الهرم ناحية الشمال كما كان متبعا سابقا. كذلك الممر المعتدل الوحيد الذي يؤدي إلى غرفة الدفن تحول إلى نظام معقد من الممرات المتشابكة، وذلك تجسيدا للمدلولات الجديدة للعالم الآخر. كذلك تم التحول إلى الواقعية في تصوير أو التعمق إلى الواقعية في تصوير الملوك كما في تمثال الملك العظيم سنوسرت الثالث، وكان المقصود من ذلك هو تقريب صورة الملك أو تقريب الملك إلى صورة أوزوريس ذلك الحاكم المقدس الذي عانى ومات. الخلاصة أن المقابر الملكية في أواخر الدولة الوسطى احتفظت بشكلها الهرمي، كذلك أغلب الظن أن قمم مقابر الأمراء في طيبة أثناء فترة الهكسوس أيضا احتفظت بنفس الشكل الهرمي. وللحديث بقية، طاب مساءكم بكل خير وشكرا لكم.